الرحيم. تحية إكبار وإجلال إلى شهدائنا الأبرار، وتحية إكبار وإجلال إلى معتقلينا الأحرار. ونحن في هذه العجالة يطيب لي أن أقف مع إخوتي الذين حضروا هذا البيت المتواضع لنبدي ارتياحنا من والد المعتقل علي أكبر، الذي يعاني الأمرين، يعاني من السجن أو الأحكام القاسية، ويعاني من المرض الذي هو عنده. فأرجو كل الرجاء ممن لديه أي صلة بهذه الأمور أن يتوجه إلى هذا المعتقل وينقذه، ليقر عين والده في أسرع وقت ممكن. وكلكم معرفة وحق.